النهارده هنعمل فتة لحمة بالدمعة، وبس هتبقى بالزبادي بقى. فتة اللحمة انا معايا اللحمة متقطعة مكعبات ومسلوقة، ومرقتها معايا وشايلين منها الدسم، بندخلها التلاجة علشان الدسم يطلع يقب على الوش، يسقع الاصفر ده كله بنرميه خلاص عشان ده دسم حيواني. معانا توم مفروم معلقة كبيرة، معانا زيت عباد الشمس او ذرة، معانا صلصة حوالي نص كوباية صلصة، ومعانا خل، وهنستخدم المرقة خلاص. معانا بقى للزبادي ملح فلفل بودرة توم معلقتين صغيرين تقريبا. معانا بقى كمان العيش اللي هو الشامي الاسمر اللي هو ده اللي بنشتريه ده الرفيع، بنقطعه بالمقص او بنقصه بالمقص كده ونحمصه في الفرن لو عايزين تحافظوا على الوزن، لان العيش البلدي اللي بيتحمر اللي احنا متعودين عليه في الفتة ده عبارة عن سفنجة بيشرب الزيت، فبناكل كمية زيت رهيبة رهيبة، انتم مش متخيلين كم السعرات اللي فيها، جامدة جدا. على ما الطاسه بس تسخن هنزل هنا بودره البصل الثوم قصدي بودره الثوم في الزبادي، ومعانا الملح والفلفل هننزلهم فيها عشان تبقى جاهزه معايا. ده كمان جاهز معانا، نقدر نحط العيش، بسيط جدا. العيش ده احنا زي ما بنقول بنقطعه ونحطه على صينيه ندخله الفرن لغايه ما نلاقيه يتحمص معانا كده. انا في الوصفه دي مش هحط ليه رز عشان كفايه نوع نشويات واحد، ما يبقاش نوعين نشويات. طيب هننزل بقى هنا في التومه اللحمه المسلوقه، خلاص اللحمه المسلوقه دي تشويحه بتدي طعم برده حلو مع التوم، تشويحه، وبعدين هنزل الصلصه واخليها شويه بقى تشرب طعم الصلصه. هنزل كده الصلصه نص كوبايه بس، ممكن اقل حسب كل واحد هيحب قد ايه، ونشوف ممكن نزود بعدين، بس لازم الصلصه يعني تنزل كده تلمس الطاسه عشان تتعرض للنار. بس انا كده الصلصه حطيتها خففتها بالمرقه، نحط بقى نظبط ملح وفلفل في الاخر، هنحط الخل بس كده. احنا كده الفته تعتبر خلصت، بسيطه جدا سهله جدا.